كما تلاحظون هنا تردد 11474 فيرتيكال، لا يوجد فيه الإشارة. الآن تم إصلاح المشكل، يعني يوجد 12.50 فولت. أي بعدما تم تغيير الترانزستور المحترقة يعني تم إصلاح المشكل، ونقوم بالبحث. نعم الآن يعني دخلت القنوات الخاصة بالفيرتيكال قنوات دائما مع بي سي بي واي، يعني يمكن أن تقوم بطلب 10 قطع ب$5 فقط. يعني هنا تضع الطول والعرض، هنا تختار عدد القطع التي تريدها، هنا سماكة البوردة، هنا طبقة البوردة. يعني يمكن أن تحصل على طلبك في يعني 24 ساعة، سوف يكون موجود ويقومون بإرساله إليك. يعني هنا يوجد فيديو خاص بطريقة طلب أي طلب تريده، يعني البوردة الخاصة بك. هنا يوجد بعض القطع الإلكترونية، يعني يمكن أن تقوم بطلب بوردة الخاصة بك ويقومون بوضع جميع القطع الإلكترونية التي يعني تحتاجها في البوردة. وهنا بعض النماذج بي سي بي الجمعية، ميزة كاملة، المواصفات الأساسية. يعني هنا مصنع ثنائي الفيل متعدد الكورونا نموذج ميسور التكلفة في الصين. يعني أحدث الطلب، يعني هذا طلبت يعني في هذا اليوم، يعني 18 شهر 8. هنا بعض النماذج أخرى، هنا هذا شارك مشاريع تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكولور، رعاية المشاريع، خدمة نموذج ثنائي الفينيل متعدد الكولور، الجودة القائمة على البيانات. هنا بعض النماذج، يعني الموقع صادق والموقع ليس وسيط، يعني والدفع آمن، يعني لا تخف شيء، يعني الموقع يعني صادق. الموقع يرسل إلى جميع أنحاء العالم، وحماية المشتري أيضا، هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. لدينا هذا الجهاز الترا فيزيو، يعني دي اس ار 8001. يوجد فيه مشكل إشارة، يعني لا تشتغل فيه القنوات الفيرتيكال كما تلاحظون هنا، تردد 11474 فيرتيكال، لا يوجد فيه الإشارة. سوف أقوم بالخروج هنا ونرى تردد القنوات، تردد أوريزونتال شغالة. سوف ندخل هنا، أوريزونتال شغالة ولكن ترددات فيرتيكال ليست شغالة، يعني لدينا المشكل في الفيرتيكال. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح المشكل. هنا سوف نقوم بفتح الجهاز، قمت أصلا بتوصيله بالكهرباء. أول شيء نقوم به هو قياس الفولت. هذه علبة التغذية، يعني تقوم بإخراج 20 فولت و 5 فولت و 3.4 فولت، ونقوم بقياس الفولت. الفولت سوف يكون موجود لأن لدينا المشكل في الإشارة. هنا أرضي، هنا توجد 5 فولت، هنا توجد 3.34 فولت، هنا أرضي، هنا توجد 20 فولت. يعني علبة التغذية سليمة. سوف نقوم بقياس خروج الفولت. يعني الفولت الخاص بأوريزونتال موجود لأن الآن وضعته على الأوريزونتال. سوف أقوم بالتغيير إلى الفيرتيكال. قمت بتغييرها إلى الفيرتيكال، سوف نقوم بالقياس ونرى. كما تلاحظون يعني مكان الفيرتيكال لا يوجد الفولت، 2.5 يعني وهمية ليست حقيقية.
يعني سوف يكون لدينا المشكل هنا في أحد الترانزستورات الموجودة هنا. الآن لاحظت شيء هنا، هنا توجد ترانزستور محروقة، أتمنى أنها تظهر لكم. يعني هنا توجد ترانزستور محترقة، هي يعني مكتوب في هذا الترانزستور 8550. سوف أقوم بتغييرها إن شاء الله، ومن ثم نرى. يعني هذا الترانزستور هي سبب المشكل. سوف أقوم بقصها وأقوم بتثبيت أخرى فوقها. ها هي كما تلاحظون إنها محترقة، سوف أقوم بتغييرها وسوف يتم إصلاح المشكل إن شاء الله. مكتوب فيها إس 8550. سوف أقوم بتغييرها بأخرى، ها هي مكتوب فيها إس. مكتوب فيها اس 8550. مع الأسف لا تظهر لكم. سوف أقوم بتغييرها بأخرى، سوف أضعها مكان هذه ونجرب إن شاء الله. سوف أقوم بتركيب هذا الترانزستور مكانها، مكتوب عليها اس 8550 على هذا الشكل. يعني أتمنى أن تظهر لكم، أضعها على هذا الشكل. الآن تم تركيبها، سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء وأختار تردد الفيرتيكال ونجرب إن شاء الله ونرى النتيجة بإذن الله. الآن سوف أقوم بقياس خروج الفولت في الآن سوف أقوم بالقياس ونرى إن شاء الله. الآن تم إصلاح المشكل، يعني توجد 12.50 فولت. يعني سبب المشكل هو هذا الترانزستور يعني المحترقة. يعني المشكل بسيط جدا، سوف نرى الآن في الشاشة في التلفاز. أي بعدما تم تغيير الترانزستور المحترقة، يعني تم إصلاح المشكل ونقوم بالبحث. نعم الآن يعني دخلت القنوات الخاصة بالفيرتيكال قنوات المغرب. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى منكم الدعم مرة أخرى، يعني نختار التسجيل من هذا الربيد، نضغط هنا. يعني الطريقة سهلة، أتمنى الدعم منكم. يعني نأتي إلى هنا، نكتب الإيميل، هنا كلمة سرية، ونقوم بإعادة كلمة سرية، ونقوم بالتسجيل، ونقوم بالرجوع إلى هذا الربيد أيضا، يعني التصويت من هذا الربيد، نضغط عليه هكذا ونختار الفيديو الخاص بي، ها هو، ونضغط هنا ونقوم بالتصويت. أتمنى الدعم منكم. هذا كل شيء، شكرا لكم جميعا.